مرحبا بكم في توقعات ليلى عبد اللطيف لشهر تموز يوليو، وهو الشهر السابع من عام 2024. حظوظ الأبراج في شهر تموز 2024 حسب توقعات الكاتبة والفلكية المعروفة ليلى عبد اللطيف، فإن شهر تموز يوليو 2024 سيشهد تغيرات ملحوظة في حظوظ الأبراج على المستويين العاطفي والمهني. بالنسبة لبرج الحمل، تؤكد السيدة ليلى عبد اللطيف إن هذا الشهر سيشهد انطلاقة جديدة في المجال المهني مع فرص واعدة للترقي أو تغيير وظيفي. أما على الصعيد العاطفي، فالحظ يحالف مواليد هذا البرج في إقامة علاقة عاطفية جديدة أو تعزيز العلاقة الغائمة. وبالنسبة لبرج الثور، تشير التوقعات إلى أن الحظ سيكون ملازما لهم في المجال المادي والاستثماري، مما قد يدفعهم للاستفادة من الفرص المتاحة. أما على الصعيد العاطفي، فإن مواليد هذا البرج سيشهدون تحسنا ملحوظا في علاقتهم. وفيما يخص برج الجوزاء، تؤكد السيدة ليلى عبد اللطيف إن هذا الشهر سيشهد تطورات إيجابية في المجال المهني مع إمكانية ترقية أو حصول على مشاريع جديدة. وعلى الصعيد العاطفي، فإن الحظ سيكون ملازما لمواليد هذا البرج في تعزيز علاقتهم الشخصية. وأما بالنسبة لمواليد برج العذراء، فإن مواليد برج العذراء سيعثرون على شريك الحياة، وسيسود الحب والاستقرار في حياتهم، وسيدخلون في عدد من المشاريع الاستثمارية الناجحة. وتوقعت ليلى عبد اللطيف لمواليد برج الميزان من شهر 7، فإن مواليد برج الميزان سيستمتعون بحياة سعيدة ورومانسية، وسيزداد احتمالية الحب والزواج لغالبية مواليد هذا البرج. وبالنسبة لمواليد برج الأسد، فتوقعت ليلى عبد اللطيف بأن فرص النجاح لمواليد برج الأسد مميزة وكثيرة، وسيحصلون على مكافآت مالية ومهنية وحياتية عديدة، ومن المتوقع أن يحققوا ثروات مالية كبيرة. وبالنسبة لمواليد برج الجدي، فتوقعت ليلى عبد اللطيف بأنهم سيتمكنون من إدخار المال من خلال المشروعات الناجحة التي سيدخلون فيها، بالإضافة إلى الحصول على المكافآت المالية. سنوفيكم بتفاصيل توقعات ليلى عبد اللطيف لكامل الأبراج في الفيديوهات الآتية. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.